بخصوص التزود بالقمح، الحمد لله بلادنا هي بلد الذي يعتمد على تنويع الشركاء في 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 التزود بالقمح، والعملية تسير في ظروف جيدة، وكل الاحتياجات اللي كتحتاجها بلادنا من هذه المادة هذه يتم تزويد بها السوق الوطنية أول بأول. وما فيها بس نذكر مرة أخرى بأن هذه المادة يتم دعمها على مستوى الاستيراد لكي تبقى الأسعار ديال الخبز وديال الدقيق في المستويات المعهودة دائماً.